بسم الله الرحمن الرحيم. ده الجويستيك. اولا ده الباور سبلاي للمواتير، دول اتش بي اتش 1 اتش بي اتش 2 بيتحكموا في الموتور 1 و2، ودي دايره المايكرو كنترولر عليه السوفت وير، والاند بتجمع الاتجاه والسرعه، والبالس اوسيليشن بيتحدد من هنا لو بيتحكم في سرعه المواتير، ودي زراير للاتجاهات، وهنا الباور سبلاي للمايكرو كنترولر والاند. تمام، دلوقتي هنتحكم قدام، ده زرار قدام. طلعت من المواتير بيتحكم الاثنين في نفس الاتجاه، ورا يعكس الاتجاه، يمين الموتور ده بس اللي هيشتغل، شمال ده اللي هيشتغل. هنتحكم بقى في السبيد والباكس والسيموليشن، كده هوطي السرعة بتاعتهم، عليها تاني. شمال. دلوقتي هنعمل دريفت، ان احنا نوصل قدام مع يمين، هتخلف سرعة واحد عن التاني، كده الاثنين نفس الاتجاه قدام، هنلاقي السرعة دي اقل شمال كده. يبقى نبتدي في ام دلوقتي، قدام مع شمال، ده اللي هيبتدي قدام مع يمين، ده هيبتدي في ام، ورا كذلك برضه، هنلاقي ده اللي بيبتدي ام، ده اللي بيبتدي ام. Thank you.